الجنرال إدريس بن عمر أسد حرب الرمال. انتزع الجنرال إدريس بن عمر لقب أسد حرب الرمال عن جدارة واستحقاق. نجح في تركيع الجيش الجزائري في حرب الرمال 1963 وأرغمه على الاندحار بعد توغل النار في الصحراء، استغرق 3 أيام وأرغم القوات الجزائرية التي شنت هجومات مباغتة على مركزي حاس بيضا وتنجوب ثم على مركز إيش شرق فيجيجا على التقهقر، حتى أصبح على بعد 26 كيلومتر من تندوف. لكن قرار الأمر الملكي بالعودة لم يستصيغه الجنرال الذي عبر عنه حين خلع بزته العسكرية التي كانت تحمل نياشينه ليلقيها أمام الملك قائلا: مولاي، لا يقبل في المنطق الحربي والتقاليد العسكرية أن يعود جيش منتصر إلى منطلقاته الأولى كجيش منهزم. غير أن الملك الحسن الثاني صح في وجهه بقوة أن يمتثل لأمر القائد الأعلى للجيش، خاصة وأن وساطات عربية نجحت في إقناع الملك بالتراجع حتى لا تصل العلاقة بين البلدين إلى الباب المسدود. ومنذ ذلك التاريخ أصبح لقب بطل حرب الرمال أو أسد حرب الرمال لصيقا به. فمن هو الجنرال الغازي إدريس بن عمر؟ ولد بمدينة مولاي إدريس ضرهون سنة 1917، وتابع دراسته الابتدائية ثم الثانوية في مدينة مكناس قبل أن يلتحق عام 1935 بالمدرسة العسكرية في مكناس، حيث تخرج منها برتبة ملازم أول. وحين حصل المغرب على استقلاله عينه الملك محمد الخامس سنة 1956 حاكما مدنيا وعسكريا لإقليم مكناس، حيث ظل في هذا المنصب لمدة 2 سنين قبل أن تتم ترقيته سنة 1959 إلى رتبة مقدم، إذ أسندت إليه قيادة الدرك الملكي في شهر نوفمبر 1960. وفي يونيو 1961 عينه الملك الراحل الحسن الثاني عاملا على الدار البيضاء، ثم رقي إلى رتبة جنرال فيلق في 6 شتنبر 1963، وعين في نفس السنة مراقبا عاما للقوات المسلحة الملكية، وهي السنة نفسها التي أثبت فيها جدارته في القيادة التي أذهلت الجيش الجزائري وأرغمته على الانكماش في مخابئه. وفي عام 1970 عينه الملك الراحل الحسن الثاني وزيرا للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، ثم مديرا عاما للخطوط الجوية الملكية المغربية. وكان بطل حرب الرمال قد تقاعد من الجيش في عام 1991 عن عمر يناهز 74 سنة. وظل الجنرال إدريس بن عمر يصارع المرض لمدة سنوات قبل أن توفيه المنية في أبريل 2008 بمدينة الدار البيضاء، وولي جثمانه في مقبرة الشهداء بمدينة الرباط.